السلام عليكم ورحمة الله. يا هلا والله يا عباس، يا هلا. المهندس إبراهيم، كيف حالك؟ طيب؟ كيف حالك انت؟ شو ماشي، اخبارك؟ تسلم تسلم. باشمهندس، كيف بقدر أزيد الداتا ريت في السيبان في الدي دبليو دي؟ كيف بتحكم في زيادة الداتا ريت والسرعة بتاعتي؟ على حسب السيجنال اللي أنا برسله. طيب ركز معي الان. فعليا تمام، الداتا ريت في الدي دبليو دي ام بيعتمد على الشيء اللي انت مطبقه في السايت او في النتورك. تمام، ركز معي. تمام اذا انت مستخدم الفودم، فبدك تلجا ل هاي موديليشن، كوهيرنت كوميونيكيشن. تمام، يعني بدك تستخدم الصفحه اللي انا ورجيتك فيها كيف تزيد السرعه عندك. تمام، دوال فريكوانسي، هاي كوام، هاي موديليشن. تمام، هاي الشيء الوحيد اللي ممكن ترفع لك ترفع لك الثروبوت في حاله انه كان في عندك فيكست جريد. تمام، يعني الباندود عندك نوت فليكسبل، فيكست 50 جيجا، السبيسنج 0.2 50 جيجا، انتهى الموضوع. ماكسيمم موديليشن 400 جيجا، دن. طيب في عندنا شيء ثاني احنا بنستخدمه في الاتصالات اسمه فليكسبل جريد. فليكسبل جريد، انا في الفليكسبل جريد بقدر ارفع لك السرعه زي ما بدك. ممكن اجيب لك كارت، لو في كارت 1.2 تيرا ارفع لك سرعه 1.2 تيرا، ما في مشكله. بس انا فعليا بتحكم وقتها في الباندويث، برفع لك الباندويث وبقلل لك الباند. تمام، تمام هاي تمام الطريقه الوحيده لتغيير او لزياده السرعات على الدي دبليو دي. اوكي، انه استخدم الفليكسبل يا تستخدم وبعدين الجريد او تستخدم الكوهرنت كوميونيكيشن. اللي هو يا اما اتحكم فيها بالموديوليشن، يا اما يكون عندي الفليكسبل ويكون عندي كرت انا اقدر اتحكم بيها على حسب ساعه الكرت اللي انا مركب. بالضبط، حسب الباندود اللي بيستخدمه تستخدمه انت عندك في النتورك. بس في كل تمام الحالتين، انت هتوصل مرحله ستك، لازم تبني فايبر كيبل جديد عشان تاخذ السرعات الزياده والاضافيه. فاهمني؟ يعني انت هتوصل مرحله انه انت الفايبر كيبل فل فليكسبل جريد او مش عارف ايش، وقتها شو بتساوي؟ الله بعينك بتاخذ كمان تو كورس عشان تدبل الثروبوت عندك. تمام تمام ما شاء الله.